إلى اللاذقية، حيث فرض الثوار سيطرتهم على بلدة دورين الاستراتيجية في جبل الأكراد بريف اللاذقية بعد هجوم مفاجئ باغت فيه قوات الأسد المدعومة بالمقاتلات الروسية والتي كانت تحاول التقدم على محاور أخرى في جبل الأكراد. وأعلنت الفرقة الساحلية الأولى قتل وجرح عدد من مقاتلي النظام والميليشيات الإيرانية الموالية لها خلال الهجوم. وأكدت الفصائل العسكرية المشاركة في الهجوم بدء عمليات التمهيد للهجوم على الجبل الاستراتيجي المطل على البلدة، وهو أهم نقاط النظام العسكرية في المنطقة. الله أكبر. نذهب مباشرة إلى ريف اللاذقية، ومعنا من هناك الناشط الإعلامي عمار إبراهيم. أهلا بك عمار. عمار، ضعنا في صورة آخر التطورات في اللاذقية وريفها. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. نعم، حقيقة محمد، منذ ساعات الصباح الأولى كتائب الثوار شنت هجوم مباغت على قوات النظام داخل قرية دورين، وذلك بعد أن قامت قوات النظام على مدى الأربعة أيام السابقة من محاولة اقتحام مصيف سلمى. نعم، كتائب الثوار أعلنت معركة صد الأحزاب، والآن قرية دورين بيد كتائب الثوار بشكل كامل، قتلى وجرحى نتيجة المواجهات. نعم، أكثر من 25 قتيل داخل القرية، وضمن الثوار كفر دلبة، بالإضافة لمعارك الجب الأحمر. كان هناك أيضا كمائن محكمة بالقرب من قلعة ترتياح، عودة بحياة أكثر من 7 جنود من قوات النظام. وضمن محور الجب الأحمر أيضا كان هناك عدد من الكمائن كان ضحيته أكثر من ضابطين وعشر جنود. تمكن كتاب الثوار من محاصرتهم في إحدى المحارب. نعم، غارات للطيران الروسي الحربي، شن أكثر من 20 غارة جوية منذ ساعات الصباح الأولى على مصيف سلمى. نعم، ما هي أهمية هذه التلال التي سيطر الثوار عليها؟ نعم محمد، تكمن هذه التلال التي سيطر عليها كونها تلال مرتفعة، يحاول النظام بكافة الوسائل السيطرة عليها. نعم، تلة الجب الأحمر تعتبر الطريق الواصل بين مدينة سلونفي الموالية للنظام، مرورا بقمة النبي يونس وصولا إلى سهل الغاب وقرية جو الموالية للنظام. نعم، حقيقة الطيران الروسي الحربي مدعوما بالغطاء المدفعي سلف مناطق عدة من جبل الأكراد وجبل التركمان. مصيف سلمى الآن أصبح دمار بشكل دمار هائل نتيجة الغارات الجوية. كان هناك عدد من الإصابات في صفوف المدنيين. وصلت الصورة بشكل كامل من ريف اللاذقية. عمار إبراهيم الناشط الإعلامي، شكرا جزيلا لك.